السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج السكتش اب تقدر ترسم بيه حاجات قوية وبتفاصيل وما بتاخدش وقت كتير جدا. ودلوقتي كمان بقى في بعض الأدوات اللي تخليك ترسم بم، يعني تلاقي حاجات ترسم باب وحيطان وشبابيك وعمدان، في بعض الأدوات بس مش في البرنامج نفسه، لا أداة بننزلها مع البرنامج بتدينا الخاصية دي. طيب احنا دلوقتي لو احنا عايزين نبص في البرنامج بلاقي ان في بعض الادوات بتسهل لي ان انا اتنقل واشوف البرنامج بسرعه، زي مثلا ان انا اقول له ايه اوربت، مش بات اوربت، لا ده مجرد اوربت ان انا الف حوالين الشكل زي ما انت شايف، ابدا اشوف كل التفاصيل المبنى. طيب انا ممكن اقول له لا انا عايز بان بحيث ان انا احرك الشكل بالطريقه ديت يمين وشمال او اطلع بيه او انزل بيه. تمام طيب. انا ممكن اكون مثلا واقف هنا وعايز اجي كده شويه ناحيه اليمين، اجي كده بشوف المبنى. ممكن اقول له انا عايز زوم، ان انا اعمل زوم فتلاقي بقرب وببعد. ممكن اقول له انا عايز اعمل فيلد اوف فيو، يبقى انا كده زي ما انت شايف. هي دي مش هندسية صح، بس هي مجرد بس ايه ان انت عايز تعمل فيلد اوف فيو. تمام ممكن اقول له زوم ويندو، يعني هعمل مربع على اي جزء انا عايز اركز عليه. زوم اكستنسد بحيث ان هو يملا لي النافذه اللي عندي. ممكن اقول له ده انا كده في يعني حر حركه، اقول له انا عايز اشوف التوب فباجي كده من التوب. ممكن اقول له لا انا مش عايز التوب، انا عايز الفرونت. هلاقي في الفرونت ان المقاييس مش مظبوطه، هي دي مش مظبوطه هندسيا، يعني الاثنين دول مثلا مش قد بعض، او بشوف انا اللي اقرب وتبقى اكبر زي ما بيحصل في الحقيقه، الحاجه اللي قريبه مني بتبقى تظهر ان هي اكبر. اجي هنا في الكاميرا اقول له برر البروجيكشن، اعمل لي ايه؟ هيظبط لي ان المقاسات اللي زي بعض تطلع قدامي زي بعض، يعني ده قد ده يطلعوا قد بعض، المسافه من هنا لهنا قد المسافه من هنا لهنا يطلعوا قد بعض. في الاول برسبكتيف بيشوف انا اللي اقرب مني ويخلي هي دي ايه اللي اكبر. زي مثلا لما اكون واقف مثلا في اتوبيس جاي عليا، فالحته اللي قريبه مني بشوفها كبيره والحته البعيده بشوفها صغيره، ولو ما ركزتش الاتوبيس هيخبطك ايه وربنا يستر. تمام نرجع للكاميرا. تمام بلاقي عندي هنا دي الحاجات الاساسيه، ان انا ممكن اقول له ايزو بشوفها كده، اقول له انا عايزها من التوب، عايزها من الليفت باك زي ما انا عايز. ممكن اقول له بوزيشن كاميرا، احط الكاميرا تحت فين، اتخيل مثلا ان انا واقف هنا دي الكاميرا بتاعتي، وهنا ابدا الف حواليا، يعني اتخيلنا في المكان دوت وابدا الف حواليا اشوف المكان هيبقى حواليا ازاي لو انا واقف في المكان النقطه دي. ووك هبدا امشي كده كأن انا ماشي في المكان. تمام لوك اراوند هبدا ابص حواليا. ومن فيو ممكن ناخد منها الفري ستايل. فري ستايل لو قلت له واير فريم اجيب لي المبنى بالشكل دوت، شايف الحدود الخارجية للحاجة وشايف اللي جوه. ممكن اقول له انا عايز هيد لاين، يعني الحاجة اللي ظاهرة قدامي تطفي الحاجة اللي وراها. ممكن اقول له شديد خلاها لي يعني الوانها قريبة من الحقيقة شوية، كل ما بنزل شوية كمان بتلاقي الحاجة اقرب شديد وستكتشر، لو في اي ستكتشر زي الوان وكده تبدأ تظهر معايا. مونوكروم هوم بالشكل دوت. ده ممكن مثلا تكون محتاج تعمل سيلكت الحاجه جوه، فاختار وار فريم عشان اعرف اعمل سيلكت براحتي. ممكن اكون عايز الحاجه تبقى خفيفه معايا، هقول له هيد لاين، مع ان يعني السكتش اب من البرامج الخفيفه جدا، ما بياخدش رامات كتيره ولا بروسيس كتير، هو برنامج سهل ولذيذ، ممكن بكل سهوله تعمل حاجه سريعه توريها للناس بحيث ممكن تكون في اجتماع وتفكر في حاجه. ناس كتير بيستخدموا برنامج سكتش اب ده ان هو يعمل فكره يعني تفصيليه للمبنى يفكر فيها براحته ويعدل فيها براحته،
بعد كده يبدأ يشتغل فيها في البرامج اللي هو عايزها، مثلا أرشيكاد، تيكلا، الريفيت، كلاود أركتكشر، زي ما هو عايز. أخوكم عمر سليم.